مرحبا بكم. التفكير الغائي للإنسان وتعلقه بكل ما هو غامض جعله يطرح حجة تبدو منطقية في شكلها، ولكن عند تبسيطها وتفكيكها نجدها حجة ساذجة لإنسان يخلط بين الأسباب. الأسباب هي حدوث عمليات تكيف مع البيئة، والنتائج التي هي وجود كائنات متكيفة بشكل جيد مع بيئتها. فمثلاً عندما يقول الخلقيين إن أعضاء جسم الإنسان معقدة جداً ويجب أن يكون لهذا التعقيد غاية وخطة مسبقة، فهم ينظرون إلى النتيجة النهائية ويتجاهلون الفترات الطويلة جداً من التنقيح والترقيع بفعل الانتقاء الطبيعي لكي يصبح الكائن متكيفاً مع بيئته وقادر على النجاة والاستمرار، عكس ما يدعيه الخلقيين إنها خلقت أو وجدت هكذا دفعة واحدة. ادعاء لا يملك أي سند علمي أو تاريخي، بل فقط تعصب لأفكار موروثة. الشيخ القنيبي طوال سلسلته التي أغلبها إعادة اجترار لحجج الخلقيين لم يشرح لنا جزء بسيط من آلية الخلق التي يدافع عنها، وهذا ما يظهر عدم اتساقه فكري. وكل ما يريد أن يثبته هو أن الأحياء خلقت بضربة عصا سحرية مرة واحدة، أو أن صاحب العصا السحرية تلك يخلق أنواع هنا ويدفع أنواع أخرى للانقراض هناك بطريقة تخيلية سحرية بحتة وبلا أي آلية واضحة. فيضرب المنهج العلمي وفلسفة العلم عرض الحائط كما بينا في حلقة المنهج العلمي. ساق القنيبي في إحدى حلقاته هكذا حجة، حيث قال إن التغيرات الموجودة في الشريط الوراثي لا يمكن أن تكون عشوائية، بل هي عاقلة تعرف ما تفعله وما تريده، وهي تغير خصائصها للتأقلم مع البيئة. طبعاً هو لم يبين بأسلوب علمي كيف وجد هذا الشريط الوراثي والكائن الحي الذي يحمله أصلاً. هل خلق هكذا دفعة واحدة مع هذه القدرات المبرمجة سلفاً؟ لو هو أثبت ذلك لسلمنا بالخلق وانتهى الأمر، ولما احتاج أصلاً أن يناقش آلية التكيف تلك، فالخلق نفسه آية أكثر جلاءً من التكيف. إذا كان يسلم بأن الشريط الوراثي يعلم ماذا يفعل ويقوم بعمليات تعديل ليتلائم مع البيئة، فهو إذن يقر صراحة إن لا داعي لتدخل خارجي لتحدث هذه العمليات، بل هي تلقائية تقتضي فقط وجود الشريط الوراثي وحصور تغيرات البيئة ووجود جينات داخل شريط الحمض النووي نفسه تسيطر على بناء الكائن الحي وتعامله مع متغيرات البيئة. الرأي العلمي هو أن التغير في الشريط الوراثي أي الطفرة الجينية هو فعلاً أمر يحدث قبل التغير البيئي، فينتشر بين أفراد المجموعة السكانية ويبقى ويورث إذا تصادف أنه مفيد لاستمرار الكائن. لكن القنيبي يدعي أن الأمر مخطط له من قبل مصمم، لكن لا يبين لنا كيف يتدخل هذا المصمم، ومع ذلك لنأتي معه. الطفرة المفيدة مقصوده طيب، لكن ماذا عن الطفرات غير المفيدة؟ سواء كانت محايدة أو ضارة، بينما فكرة وتأثير الانتخاب الطبيعي واضحة ومفسرة بشكل جيد، ولدينا تجارب معملية قابلة لإعادة تكرارها وإثباتها. الطفرات قد تكون مفيدة، محايدة أو ضارة للكائن الحي، لكنها لا تحاول أن توفر للكائن الحي احتياجاته. العوامل في البيئة قد تؤثر على تردد عملية التطفر، لكنها بشكل عام لا تؤثر في اتجاه حصول الطفرات. المقصود بالطفرات العشوائية معناه إن نوع الطفرات التي تحصل لا يمكن بشكل عام توقعه بناء على احتياج الكائن. هذا لا يعني أن كل الطفرات متساوية في فرصة الحصول أو أنها تحدث بدون سبب فيزيائي. توجد عوامل بيئية تؤثر في تردد حدوث الطفرات، لكن لا تحدد اتجاهها. في الواقع بعض المناطق في الجينوم هي أكثر حصانة للطفرات من غيرها.
نستنتج من كل ما سبق طريقة الخلقي السيئة في التعاطي مع العلم وإتيانه بتعاريف غريبة من رأسه لا علاقة لها بالعلم. فالطفرة عملية طبيعية تماماً تلقائية وليست كيان واعي تخطط وتقرر، بل تحصل مسبقاً غير مبالية بما حدث سابقاً أو بما سيحصل لاحقاً، لذلك هي موجودة فقط. لكن يتفق أن عندما يحصل التغيير يساعد وجودها على مقاومته هذا التغيير والتكيف معه. كيف اتفق أن حصلت طفرة تسبب صفة مختلفة وحصل لاحقاً تغير تصبح فيه هذه الصفة مفيدة؟ هذا أمر اعتباطي وحدث ممكن وصفه بأنه مصادفة محضة بلا تخطيط مسبق. بهذا المفهوم الدقيق الضيق ممكن أن نصف أن الصفة التي جاءت بسبب طفرة عشوائية قد أثرت في تغير الكائن الحي باتجاه تكيفه مع محيطه. كلما استرسل القنيبي في خيالاته كلما جاء بالعجب العجاب، الآن أصبح يقول إن المادة الوراثية للكائنات الحية قادرة على تغيير خصائصها تكيفاً مع البيئة، وهذه الفكرة كانت فكرة لامارك البدائية، مثل فكرة الزرافة التي تطيل رقبتها للتأقلم مع الأشجار الطويلة بفعل قوة حيوية دفعت الكائنات لتعقيد أكبر من أجل التأقلم مع بيئتها. فكرة لامارك التي انتقدها وسخر منها في حلقات سابقة وعاب على داروين إنه تبناها. العشوائية عند القنيبي يسردها بمظهر التشويه ولا يظهر مفهوم العشوائية البسيط في المنهج العلمي، فالعشوائية مجرد مصطلح يصف التوزيع الإحصائي لبعض التأثيرات المعروفة في المجموعات مع عدم القدرة على التنبؤ أو التوقع المسبق لهذه العوامل والتأثيرات. أما الطفرات العشوائية فهي المادة الخام للتطور، ولا يعني أن الطفرات يجب أن تكون مفيدة للكائنات الحية، مثل هذه الطفرة التي جعلت عيون الضفدع في فمه. الطفرات رغم ذلك هي خطأ ضروري لأنها تمهد أرضية للانتقاء الطبيعي وممكن أن تغير النمط الجيني الظاهري للكائن. الطفرات خطأ في نسخ حروف الحمض النووي أو نتيجة تأثير خارجي يخرب في الأسس النيوكليوتيدية للحامض النووي. قد تسبب الطفرة استبدال أساس بأساس آخر، طفرة استبدال، أو إدخال أساس أو أكثر إضافي بما يسمى طفرة إدخال، أو طفرة تسبب حذف أساس نيوكليوتيد أو أكثر، يعني طفرة حذف. هذه الطفرات منها ما يساهم في تغيير بنية ووظائف البروتينات. البيئة هي أيضاً سبب في نشوء الطفرات عن طريق التأثيرات المختلفة كالأشعة فوق البنفسجية أو الفيروسات التي تؤثر على الحمض النووي، لكن أغلب الطفرات تحدث عند استنساخ شريط الـ DNA لنفسه، الأمر الذي يحدث خلال انقسام الخلية الجنسية. الطفرات في الخلايا الجنسية، يعني في خلايا البويضة والحيمن، تمرر إلى الجيل اللاحق. فكلام الخلقي إقرار صحيح بأن التغيرات في الشريط الوراثي، سواء تلك التي سببها مؤثرات خارجية أو تلك التي تحصل بسبب طبيعة الشريط الوراثي نفسه، هي تغيرات طبيعية تلقائية لا دخل لقوة خارجية في إحداثها. وإلا فما فائدة عدد مهول من الطفرات المحايدة أو الضارة التي تحصل بشكل مستمر عند النسخ؟ الآن لنعود ونحاول أن نفكك ونحلل ما يريده الخلقي وطروحاته المتضاربة المتناقضة التي يرميها هنا وهناك بين دقائق سلسلته المملة. ففي الحلقة 25
يصف القنيبي: إن ما حصل في تجربة لينسكي ليست طفرات عشوائية بل آلية تكيف مصممة مسبقاً. يوهمك أنها أمثلة على طفرات عشوائية وافقت البيئة بالصدفة، إنما هو في الحقيقة وحسب الأبحاث العلمية أمثلة على التكيف بآليات دقيقة التصميم لا مكان فيها للعشوائية أبداً، بحيث تجد في هذه الكائنات وفي مادتها الوراثية وطريقة قراءتها القدرة على تغيير خصائصها لتتأقلم مع التغيرات البيئية بطريقة دالة على أنها وبيئتها من تصميم عليم قدير حكيم قيوم على خلقه. نحن هنا فقط سنحاول أن نفهم ما يقول، لأننا نشك أصلاً أنه يفهم ما يقول، فعباراته وتصريحاته متضاربة وملخبطة، يناقض بعضها البعض، فنحاول قدر الإمكان أن نفهمه بشكل صحيح كي لا نتجنى عليه. طيب، ماذا تقصد يا سيد القنيبي؟ هل إن البكتيريا وباقي الكائنات الحية مجهزة مسبقاً بعدة تجعلها قادرة على مواجهة أي تغيرات بيئية؟ وإن ما يسميه علماء الخرافة طفرات عشوائية بأنه إدخال مقصود لمعلومات في جينوم البكتيريا وفي الوقت المناسب لكي تتكيف مع بيئتها؟ أها، يعني أنت تقصد أن الخالق يعلم أن التغير البيئي سيحصل باعتباره كيان مطلق العلم، وعندما حصل التغير فعل الطفرة المبرمجة مسبقاً للحصول في هذه الحالة لكي تواجه التغير؟ ألا يعني ذلك أن تركيب الحمض النووي للكائن والتغيرات البيئية كلها مهيئة ومعدة مسبقاً؟ وبالتالي فعملية التغيير التي نشاهدها تمها أنت لغرض في نفسك تكيفات فقط، ونحن نقول هذا تطور لأن التطور هو تراكم تكيفات؟ هي عملية تطوير موجهة من قبل مصمم خطط العملية من أليف إلى ياء. لكن كما شرحنا لك، الطفرات ليست عدة مجهزة مسبقاً، بل هي بالأساس أخطاء في النسخ أو تخريب في الجينوم، وأعتقد أنت وشلة الخلقيين تبعك ترددون دائماً وكلب بغاوات إن كيف للطفرات التي هي أصلاً ضارة وأخطاء أن تأتي بصفة مفيدة ومن ثم تعقيد؟ هل بدلت كلامك هنا وأصبحت الطفرات مقصودة من قبل المصمم؟ ثم شرحنا لك من مصادر علمية أكاديمية أن الطفرات لا تحصل استجابة لتغير بيئي، يعني الحامض النووي لا يعرف مسبقاً أن تغيراً معين سوف يحدث في البيئة فيقوم بعمل طفرة معينة تتناسب مع هذا التغير كما تدعي أنت. الطفرة في الغالب موجودة في الحامض الجيني قبل حصول التغير، لذلك هي موجودة أصلاً عند حصول التغير البيئي، لكي يتفقوا أن عندما يحصل هذا التغير أن تساعد الكائن الحي على مقاومته بدلاً من الموت والانقراض، فيحصل العكس، إن الكائن الذي حصلت عنده الطفرة تكون لديه فرصة أفضل للنجاة والاستمرار وتوريث هذه الصفات للجيل اللاحق الذي سيسود في المجموعة. وهذا ما سمي بالانتقاء الطبيعي. هل تفهم شيء من في علم البيولوجيا وآليات حصول التطور؟ أم إنك تنتقد العملية عن جهل؟ هل انتهينا لحد الآن فهمنا أن الأخ يقصد أن التطور موجه، وفهمناه أن ذلك مستحيل أن يتفق مع مفهوم الطفرات والتغير البيئي والانتخاب الطبيعي؟ المشكلة أنه يعود في الحلقة 45 ليكمل مسلسل التخبط رافضاً بشكل قاطع أي حديث عن تطور حتى وإن كان موجه، وهو يمقت كلمة تطور ويقول: تطور موجه من خالق يساوي لا خلق بتوجيه من خالق. فعندما تقول تطور موجه من خالق فهذا يعني لا خلق بتوجيه من الخالق، وهي عبارة متناقضة ذاتيا. أها، الآن تعالوا حلوها معنا. سابقا قال التكيفات معدة مسبقا ولم نستطع
أن نفهم من كلامه غير أنه يقصد أن عملية التكيف يعني التطور موجهة من قبل المصمم العظيم، والآن ينكر ذلك بشكل قاطع، فماذا تريد؟ طبعاً هو حلقته المذكورة يستمر في التخبيص الذي يشبه هلاوس السكران، أن يتحدث عن إمكانية خلق من سلف مشترك أو خلق مباشر وتنويع لاحق إلى آخره من الخزعبلات، فهكذا كل شيء عنده ممكن أن يحصل بقدرة الإله مطلق القدرة وبدون أي دليل علمي على هذا الادعاء المهم. المهم عنده لا تذكروا أمامي كلمة تطور التي تسبب له حساسية، رغم أن عليها جبال من الأدلة العلمية الرصدية والمختبرية، وتعالوا استمعوا للغوي الكهنوتي الذي يفتقر لأي دليل. يبدو إن الأخ لا زال عاجز عن التفريق بين الادعاءات القابلة للاختبار علمياً وبين الأفكار اللاهوتية التي تقع خارج مظلة التخطئة والتفنيد. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.